الأخبار من I24 News نستهلها بهذا الخبر العاجل، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية قبل قليل قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويأتي هذا الإعلان عقب حرق السفارة والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية. وفي مؤتمر صحفي أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده تطلب مغادرة جميع أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية خلال 48 ساعة. أما الآن فينضم إلي عبر الخط الهاتفي الزميل محمد مجادلي. مساء الخير لك محمد، يعني فصل جديد في تاريخ العلاقات بين هذين البلدين. هو فصل جديد فعلا في تاريخ قطع هذه العلاقات. السعودية من جانبها تشير إلى أنها ضاقت ذرعا بالتدخلات الإيرانية التي وصفها وزير الخارجية السعودي الجبير بأنها تدخلات سلبية وعدوانية في الشؤون العربية، وشدد أيضا على أن هذا التدخل هو ليس إلا يأتي لزعزعة الاستقرار العربي السعودي، واعتبر أن إيران تدعم الإرهاب بشكل واضح، مشيرا في ذلك إلى فصائل الحرس الثوري التي تقاتل في سوريا وفصائل ميليشيات حزب الله. من جانبها أيضا إيران ترى بهذه الخطوات السعودية والإعدامات أمرا مشينا، وترى به فصل جديد فعلا من الاستفزازات. في المقابل أمير، يمكن القول الآن أنه هناك وبوضوح لكلا الطرفين ورقتين رابحتين لكل واحد في الدولة الأخرى. من الطرف الأول يوجد لإيران الأقلية الشيعية المتواجدة في شرق السعودية والتي يمكن لها أن تشكل ضغطا كبيرا على السعودية. من الجانب الآخر هناك أيضا الأقلية العربية السنية الناطقة بالعربية وهي السنية في مناطق الأحواز وغيرها من المناطق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يمكن لهذه الفصول أن تشهد تصعيد كبير جدا الآن عقب قطع هذه العلاقات الدبلوماسية، ولكن أعتقد أن هذه هي ذروة الخطوات التي يمكن أن تقوم بها السعودية من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية. لابد أيضا من الإشارة هنا أمير إلى أن السعودية لم تأتي أو لم تقم بهذا الأمر جزافا أو بشكل عشوائي، إنما نتحدث عن دعم كبير جدا من مجلس التعاون الخليجي، نتحدث عن دعم ربما دولي أيضا حظيت به السعودية خاصة عقب إحراق السفارة والاعتداء على السفارة السعودية في طهران، الأمر الذي قلب وغير قواعد اللعبة الدولية من التنديد بالإعدامات في السعودية إلى التنديد من الاعتداء على هذه السفارة في طهران، مع الإشارة إلى أن كل الإجراءات التي تحدث في العاصمة الإيرانية طهران تقوم أو تأتي بموافقة السلطات الإيرانية. نعم، إذن شكرا لك زميل محمد مجاهد، كنت معي عبر الخط الهاتفي.